أن نقف أمام هذه القامات الكبيرة من النواب ومن الشخصيات الأكاديمية ومن القامات والقادة السياسيين زعماء الأحزاب أمام هذه القامات الكبيرة، حقيقة نقف احترام وتقدير لكم. هذه الدعوة اليوم هي من أجل تبادل وجهات النظر بمسودة اجتماع لجمع القوى المدنية والشخصيات الوطنية، وأكيد وزع على حضراتكم البيان الختامي اللي انبثق عن اجتماع 10-11 للقوى السياسية المدنية واللي كان تعدادها أكثر من 23 حزب. فالكلام والآراء والمقترحات لكم نسمعها وندونها، ونتمنى أن ما تبخلون علينا في شيء. هذا الجمع الكريم هو من أجل العراق ومن أجل وحدة العراق. هذا الجمع الكريم أيضا المدني لرص الصفوف إن شاء الله، وإخراج بمشروع حقيقي يعالج الأخطاء السابقة للمراحل المتراكمة. وأكيد من جمعنا اليوم العراق، أنا ما أريد أطيل عليكم حتى أفسح المجال لأستاذ مفيد أن يلقي بكلمة إدارة الجلسة على مسامعكم الكريمة. أقف لكم احترام وتقدير أمام هذه القامات، وشكرا لحضوركم، ونتمنى فعلا أن نستفيد من الآراء والمقترحات التي ستطرح من قبلكم إن شاء الله. أستاذ مفيد. السيدات والسادة الضيوف، الأخوات والإخوة، السلام عليكم وطاب نهاركم. اسمحوا لنا أن نرحب بكم باسم لجنة المتابعة المكلفة بالتهيئة لعقد هذا اللقاء التشاوري للشخصيات المدنية الوطنية، والتي شكلها اللقاء السابق، اللقاء التشاوري للقوى المدنية الوطنية الذي التأم على هذه القاعة نفسها قبل شهرين ويومين بالضبط، في العاشر من تشرين الثاني الماضي، والذي جاء هو نفسه ذلك اللقاء ثمرة لمساع دائبة وطويلة بذلتها الأطراف المبادرة للدعوة إلى عقده. يومها قبل شهرين كما قلنا، وكما يعلم كثيرون منكم، تداول ممثلو أكثر من 20 من الأحزاب والحركات والتنظيمات المدنية الأخرى الواقع الراهن للوسط السياسي المدني وحال التشتت والتبعثر الذي تعيشه القوى المدنية في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العراق والعراقيون، وقد شددوا على الحاجة الملحة إلى تجاوز هذا الحال والتوجه نحو التعاون والعمل المشترك للإسهام في تخليص الشعب والوطن من طاعون الطائفية السياسية والمحاصصة والفساد، وفتح النوافذ والأبواب أمام رياح الإصلاح والتغيير والتجديد والإعمار والتقدم. وتناولت الكلمات والمداخلات التي قدمت في ذلك اللقاء بروح إيجابية مضامين ورقة العمل التي وضعتها اللجنة التحضيرية للقاء تحت تصرف الأطراف المشاركة. وقد عبرت الورقة عن حاجة القوى المدنية الوطنية ورغبتها في العمل على تكوين إطار يجمعها ويؤمن تعاونها وينسق جهودها كي تشارك في المساعي الوطنية المتنامية للخروج بالبلد من نفق المحاصصة والفساد وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والمساواة والقانون والكرامة والعدالة. وقد وجدت هذه الأفكار والتطلعات المشتركة تعبيرها الواضح في البيان الختامي الذي كلف اللقاء السابق للقوى المدنية لجنة المتابعة بإصداره بعد أن صادق على مسودته. وقد وجدت هذه الأفكار والتطلعات المشتركة تعبيرها الواضح في البيان الختامي
الذي كلف اللقاء السابق للقوى المدنية لجنة المتابعة بإصداره، وكان ذلك اللقاء قد انعقد باعتباره الخطوة الأولى نحو إقامة الإطار المدني الوطني المنشود، ليعقبه اللقاء الثاني لقاؤنا هذا للشخصيات المدنية الوطنية. وإن أمام لقائنا اليوم القضايا نفسها التي بحثها اللقاء السابق وتبادل الآراء في شأنها، والتي تتضمنها ورقة العمل والبيان الختامي اللذين سبقت الإشارة إليهما. ولقد حرصنا لهذا السبب على وضع الورقة والبيان بين أيديكم جميعا، وأرسلناهما إليكم مع بطاقات الدعوة. غير أن اهتمامنا هنا اليوم يتجاوز بالتأكيد قضايانا كوسط مدني يسعى إلى لملمة أطرافه وجمع قواه، ويتوجه من أجل ذلك وبعد لقائنا هذا نحو عقد مؤتمر للقوى والشخصيات المدنية المشاركة، يتمخض عن تجمع لها يدشن مرحلة جديدة فاعلة من نشاطها السياسي الوطني، ويطلق دورها المؤثر في بناء العراق المدني الديمقراطي، تجمع مكرس للقوى المدنية الوطنية وللعراق والعراقيين كافة، وليس لحساب أي جهة سياسية. بجانب هذا لا نستطيع تجاهل الأوضاع القائمة في البلاد وما تبعث عليه من عدم رضا وتثير من قلق، فالحكومة الجديدة لا تزال غير مكتملة القوام، وغير قادرة بالتالي على مباشرة مهماتها الكبيرة المنتظرة في محاربة الفساد وتأمين العيش الكريم والخدمات الضرورية لملايين المواطنين، وعودة النازحين والمهجرين، وإعادة بناء قراهم وحواضرهم ومدنهم، وإطلاق عملية الإعمار والبناء والتنمية الشاملة، وحصر السلاح بيد الدولة، وغير ذلك الكثير مما يتضمنه مشروع الإصلاح والتغيير الذي تمس حاجة العراق إليه. الحضور المحترمون، إن السكوت على الواقع المرير المكلكل على بلادنا والمدمر لمقومات وجودها ومستلزمات نهوضها وتقدمها لم يعد ممكنا، ونحن الأحزاب والقوى والشخصيات المدنية الوطنية جديرون بمواجهة هذا الواقع والإسهام في تعديل ميزان القوى في البلاد، وكسر احتكار السلطة من قبل القوى المهيمنة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم من أوضاع بائسة في سائر الميادين. من الواضح بالنسبة إلينا بالطبع أن سدنة المحاصصة والفساد يقاومون وسيقاومون بشراسة غير مسبوقة، ويستميتون دفاعا عن سلطتهم الظالمة ومصالحهم غير المشروعة. لكننا نلاحظ أن المواطن العراقي يصحو اليوم ويسترد وعيه أكثر وأكثر، ويبدي استعدادا متزايدا للانخراط في الكفاح المتجدد لانتزاع ما سلبه منه الفاسدون، وإن الشارع العراقي يشهد حراكا جريئا من أجل الحقوق المهدورة والمصالح المشروعة المستباحة. وإنما تنادينا إليه في هذه القاعة قبل شهرين كقوى مدنية وطنية، واليوم كشخصيات مدنية وطنية، ليس إلا جزءا مكملا لهذا الحراك المشرف والواعد الذي لن يتكلل في النهاية إلا بالنصر. والسلام عليكم. شكرا جزيلا دكتور. للمرأة حضور كبير جدا في الوجدان والضمير وفي المنهج أيضا، وفرحين جدا بمقدار الحضور اللي اليوم في هذه القاعة لأخواتنا وبناتنا الفاضلات، وستبان لديها كلمة ترحيب
يعني ليس في النساء فقط طبعا، كلمة الترحيب لكل الحضور للجميع إن شاء الله، ولكن أيضا يجب أن يكون حضور المرأة ودور المرأة في هذه اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم، بان هاشم دنون من الحركة المدنية الوطنية. مثل ما أزيد على أساتذتي بشيء، جدا فرحين بالحضور للنخب اللي تم دعوتها، وهذا دليل أنه ما يعني أكو رغبة حقيقية للبرنامج اللي متفق عليه إقامة هذا اللقاءات بالنسبة للقوى المدنية والشخصيات المدنية اللي حنسمع من عندهم الآراء والأفكار لتعديل أو إضافة للأوراق اللي استلموها من مع الدعوات مثل ما ذكر أستاذ مفيد. هذا دليل على أنه إحنا العراقيين أو كقوى مدنية ما نوقف عند حد معين حين نوصل إلى، يعني ما عندنا نقطة يأس نتحرك عند أي نقطة نوصلها وإحنا ماضين بطريقنا، نمشي إن شاء الله والقوى الجهات اللي بعدنا إن شاء الله تكمل، لكن أن نبدو هذه الخطوة. وإن شاء الله أتمنى التوفيق للجميع، وأشكر أساتذتي من لجنة المتابعة لإقامة هذا الحوار. أشكرك أستاذ. قبل أن يعني ندي باليات هذا اللقاء إن شاء الله، لا بد من الإشارة إلى أنه إحنا لسنا صناع حالة جديدة، يعني إحنا ما نسعى لأن نصنع حالة جديدة. نحن نؤمن ابتداء أن المجتمع العراقي هو مجتمع مدني من حيث التكوين ومن حيث التاريخ ومن حيث كل المراحل اللي مرت، وكل ما هو خارج هذا الإطار هو طارئ على هذا المجتمع. هذا يعني حتى يكون واضح أن جميعا. فبس وغيب التيار المدني خلال السنين الماضية وما كان له حضور فاعل ولا مؤثر، ولذلك أنه نسعى إلى أن نجسد هذا الحضور ونكرس هذا الحضور وأن يأخذ دوره الكبير والفاعل في عملية بناء العراق. أساتذتي أخواتي إخواني، الآلية راح تكون كالتالي، أنه إحنا نسمع، هو لقاء تشاوري، نسمع آراءكم، نسمع مقترحاتكم، راح نتولى عملية أو سكرتارية اللقاء راح تتولى عملية تسجيل الأسماء الإخوان اللي والأخوات اللي يريدون يشاركون على ضوء الورقة اللي موجودة عندكم بأي فكرة بأي توجه بأي منهج بأي شيء، وإحنا مستعدين للإجابة على كل الأسئلة اللي تطرح. وإذا كان أحد الإخوان أو إحدى الأخوات لديه استفاضة يريد يقدم فد مقترح يقدم فد شيء معين، أيضا أكو إيميل معين بإمكانه أن يرسل أي شيء يريده على هذا الإيميل، وأيضا راح نتعامل وياه وراح نجابه وراح نتحاور في لقاءات أخرى أيضا إذا كانت على شكل مجاميع أو على شكل كذا، استعدادا للوصول للمؤتمر القادم إن شاء الله اللي راح يرسم الإطار العام للتيار المدني أو للتجمع المدني. فالإخوان اللي يحبون أن يتحدثون بس ممكن نسجل الأسماء، وقبل هذا كل متحدث حتى يعني إحنا مدنيين ولازم المدنيين يعني حضاريين، والحضارية تتطلب تستوجب أن يكون وقت محدد لكل حتى نفسح مجال لأكبر عدد، فراح تكون أكو دقيقتين لكل شخص أن يسأل أو يتحدث بما يريد أن يتحدث، وحتى ناخذ اكبر عدد ممكن من الحاضرين. السكرتارية الاخوان تفضلوا سجلوا الاسماء. اهلا وسهلا. عجم جلسه يمكن هو بس واحد يسجل، ترى هذا البيان عندكم طابعته، هذا موجود جبته انا طابعه يعني. هات احمد لحظه لحظه اريد هذا بيان انت انا سيد السلام انت بالعمر ولا مقدر على احضر.
بيان الجهاز القومي مستنسخة. وزع المسودة وبيان لكل واحد. إذا تريد ترى عندي موعدهم؟ موعدهم؟ إذا تريد لا اللي قاعدين بالسطر الأول احنا. يعني ما جاي يبحث لل... سوي تعريف شوي ماذا عن المسجد، سوي تعريف الهدف من هذا الاجتماع. اي اشرح حكينا هسه، ما حكينا هسه في التفاعل الموجود انتم في المساحه، انتم دعاة البناء، انتم مسؤوليه المشروع المدني ومسؤوليه الجميع. الى ان يكتمل موضوع تسجيل الاسماء لابد من رجاء اخوان، لابد من الاشاره الى موضوع مهم. المسؤوليه الوطنيه تستوجب على كل واحد ان يكون له دور، وانا اعتقد انه العين او عين العراقيين تنظر الى القوى المدنيه والى التيار المدني بامل وبتطلع مطلوب ان يكون نتاج هذا التطلع يعني مشاركه وحضور فاعل، والبلد العراقي يستحق بتاريخه ببشره بناسه بمعاناه الحاليه اللي موجوده بالوقت الحاضر بسبب ادارات الفشل اللي حقيقه مورست بحقه وصار وضعه يعني بين مهجر ونازح وبين انسان يفتقر الى ابسط مقومات الحياه اللي هي الماء والكهرباء والتفاصيل الاخرى. هذا حقيقه كل هذه الارهاصات اللي موجوده اللي جاي نعيشها الان تستوجب وتتطلب من كل واحد من عندنا ان يكون له دور ويكون له اسهام. ولذلك ما اريد انه هذا اللقاء يكون هو لقاء فقط انه لغرض التجمع ولغرض انه سوينا مؤتمر وقعدنا وكذا وبالتلفزيون وبالاعلام، لا ابدا. هدفنا ان نتواصل وان نستمر وان ننتج عطاء وننتج مشروع واعد، مشروع قادر على ان يستقطب الناس اللي كلكم تدرون انه اكثر من 80% من العراقيين ما طلعوا بكل مراحل الانتخابات، محتجين معترضين على السياسات، على الاداء الفاشل، على الطائفيه السياسيه، على الفساد، على كل المظاهر حقيقه اللي الحق ضرر كبير جدا بالبلد. ولذلك يجب ان نكون عند حسن الظن جميعا في ادائنا، في طروحاتنا، في تصورنا، في انشدادنا لهذا المشروع، في استعدادنا الى ان نبني فعلا مقومات ومرتكزات المشروع المدني الوطني ان شاء الله. نادي على السكرتاري خلي يعطونا الاسماء ويسجلوا الاخوان بالسكرتاري يعطونا الاسماء، الله يعطيكم العافيه. وين وين وسام؟ وسام ساجد كمل هذا. قلهم اذا احد يريد يكتب، قلنا اذا احد يريد يكتب شيء يكتب. يلا هاشم هاي ورقه وسام وينها؟ مبعدهم ليس جيني كمان تبدي بهم بالعدك. نتوكل نبدي ان شاء الله بالاستاذ ضياء رحيم. استاذ ضياء بس وين المايك؟ رحيم يعني بس ودي المايك للاستاذ. لا لا مكانك استاذي، يجيك المايك ليمك. هاي موجوده مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا واحد يسلم المايك منا. المايك هذا يهمك. يعني المدنية موجودة بالعراق من زمان يعني مو اليوم. أما تقول لي مغيبة، التغييب هذا مو ذنب المواطن بقدر ما هو ذنب الأحزاب اللي هي الآن متسيدة بالسلطة. هاي مسألة. المسألة الأخرى نشوف احنا يعني بعد عام 2016 الإخوان بالأحزاب أخذوا جانب الاحزاب الدينيه كانه يعني شلون يختفي او يختفي خلف العباءه الدينيه، وخاصه يعني لاحظناها احنا بالانتخابات الاخيره يعني كثير من الاحزاب
اللي تدعي المدنيه وهي مدنيه يعني اختفت وين؟ اختفت بالعباءه الدينيه، وهذا خطا يعني. ليش؟ لانه انت راح تخسر المواطن بدليل انه تقول لي 80% ما شارك بالانتخابات، كان ممكن تستفاد من عنده لو نازل الاحزاب المدنيه نازله وحده بساحه كمنافس، لكنه ان تستغل الدين من حق نعم من حق حق مشروع انه انت تطرح فكرتك، لكنه ان تستغل الدين حتى تفوز بالانتخابات هذا خطا فادح، وهو الامر اللي سبب وراح يسبب بخساره فادحه اذا ما استمر الوضع على هذا المنوال. شكرا جزيلا. ترى احنا قلنا التيار المدني، ما قلنا غائب، قلنا مغيب. يعني مغيب يعني غيبوه الاخرين، مو من نقول غائب معناته هو غائب ما حضر، هذا الفرق يعني. من يتعاقب على ست شروق؟ تفضلي. صباح الخير جميعا، شكرا جزيلا للجنة التحضيرية اللي حضرت لنا هذا اللقاء المهم. انا اعتقد ياتي في ظرف حساس وحرج وضروري جدا لابداء موقف فعلا باسم القوى المدنية والشخصيات المدنية. ادخل بالموضوع مباشرة بغض النظر عن التحليلات عن الفترة الماضية، هل غيب التيار المدني او يعني تغيب بشكل او باخر، تشتت القوى المدنيه يتم الحديث عنها بشكل كامل، ولكن هذه النقطه الان هي اللي تجمعنا من اجل خطوه لاحقه، وهذه الخطوه اللاحقه في هذا الظرف الدقيق تستند على تحليلنا ما نتفق عليه على الاقل من تحليل لواقع الحال اللي احنا نسمي نفسنا ليس فقط شخصيات مدنيه او قوى مدنيه، وانما قوى مدنيه وطنيه. والوطنية بمعنى أنه إحنا ليس همنا فقط المبادئ المدنية أو معايير بناء الدولة المدنية، وإنما مصير الوطن أيضا. وأنا أعتقد في هذه اللحظة يجب علينا أن نتوجه بسؤال مهم جدا، ما الذي أدى بنا إلى هذا الواقع؟ أنا كحالة وطنية، فشل المنظومة السياسية أو ما قيمة عليها من معايير المحاصصة، هل نتفق أنه هي فشلت بالكامل؟ كنا دائما نأمل بإصلاحها بتفتيت منظومة المحاصصة، الآن وفق هذه المعطيات هل هناك إمكانية لإصلاحها من الداخل أم يجب أن تغير بالكامل؟ هذا أنا أعتقد سؤال يوجه لنا حتى نقدر ننطلق من عنده. وأنا ما أريد أطيل، بس أعتقد البيان الختامي اللي مذكور الآن صيغته بصراحة لا ترتقي إلى مستوى الأزمة اللي نعيشها في اللحظة الراهنة يعني الآن. فأتمنى أنه ما يصدر عن هذا اللقاء يكون أشد وضوحاً بتشخيص طبيعة الأزمة، الأزمة السياسية تحديداً، أيضاً آليات لوضع البدائل الحقيقية وليس المجاملات السياسية، بما أنه إحنا وطنيين مدنيين وطنيين. هذا الكلام حتى عن يعني القضية هي مو قضية استكمال كابينة وزارية، إحنا نعرف الكابينة هذا القضية هي يعني نتاج لأزمة سياسية حقيقية، مو لأنه هي ناقص كم وزير بهذه الكابينة. إذن إحنا يجب أن يعني يكون عندنا لغة أكثر مباشرة، أكثر وضوح، أكثر دقة في تشخيص الأسباب الحقيقية، ولما نشخصها ونضعها بهذه الدقة والوضوح نضع الحلول والبدائل، وبالمقابل أيضا نضع دورنا إحنا بشكل منطقي وواقعي في تنفيذ هذه الحلول. إذا ما خلينا هذه المنهجية وبقينا على بصراحة كلام موجود، يعني هم حتى أحزاب السلطة يقول لك استكمال الكابينة الوزارية وأزمة وحصر السلاح بيد الدولة، هذا كلام عام الكل تقوله، ولكن احنا كيف ننفذه كقوى مدنية الآن؟ يعني يمكن معظم العراقيين الحل المدني هو الحل الأخير لإنقاذ العراق من تدهور كبير وشامل، وشكرا. دكتور مفيد تفضل. يعني احنا شهداء نسمع الآراء المختلفة، ولهذا الغرض لقائنا هذا
لقاء تشاوري، يعني نتداول الأفكار التي سبق أن طرحت مثل ما تفضلت ست شروق في البيان الختامي للقاء التشاوري للقوى والأحزاب قبل شهرين. يعني أي هذا آراءكم، احنا نريد نسمع الآراء وجهات النظر، شلون نعزز رؤيتنا، شلون نصبيها، وشلون ما هي الإجراءات، كيف ننظر إلى هذا الواقع، وما هي الإجراءات اللي نتخذها بهذا الاتجاه بذاك الاتجاه. ست شروق طرحت رأي محترم، والحديث لكم، نسمع منكم، من عند رأي آخر، من يناقش، من يضيف. بس خلينا نخلي ببالنا احنا هنايا مجتمعين في إطار التحضير لإقامة إطار، تأسيس إطار لقوانا المدنية يجمعها ويلملم صفوفها، وينبغي أن نركز جهدنا بدون إهمال لكل القضايا الأخرى اللي أي منا يريد يحكي عنها، نركز أكثر على هذا الموضوع، موضوعنا موضوع جمع القوى المدنية وتأمين وحدة عملها وتنسيق نشاطها، حتى المدنيين، القوى المدنية، الشخصيات المدنية تنهض بدورها في إطار إنقاذ العراق وإخراجه من الأزمة المقيمة والخانقة التي يعاني منها البلد. فأنا أشوف أنه طبعا والمجال راح يكون مفتوح للجميع، نواصل النقاش والحوار حول هذه القضايا جميعا، ونسمع إلى نستمع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر. شكرا دكتور. أخو كلام كثير دكتور على هذا اللي تفضلتي به، يعني هي تقولاني وطني تلقاهم قدامك، تقولاني مدني تلقاهم قدامك، تقولاني طائفة تلقاهم قدامك، يعني هم كلهم كل شيء يصيرون يعني زين، وكأنما مشاكل العراق مشاكل غيبية يعني جاية من غير كوكب زين، هم صناع المشاكل وهم اللي حقيقة الأداء الفاشل في إدارة الدولة هو اللي تسبب بكل الإرهاصات اللي موجودة الآن بالوقت الحاضر. أستاذ جوزيف تفضل. جوزيف صليوة. شباب المايك صباح الخير جميعا، وشكرا جزيلا على هذا اللقاء المهم. يعني احنا تعودنا دائما المدنيين هم يكونون سفينة النجاة للعراق عبر الزمن حقيقة، يعني اللي يطلع على تاريخ العراق. ولكن اسمحوا لي أن يعني أنا أتساءل عندما يكون أهداف التجمع القوى المدنية العمل على تغيير قانون الانتخابات المجحف الذي أضر بالعملية السياسية كثيرا. يعني أنا أعتقد هذه جملة شوية مطاطية، لأنه أكو من ما يفهم شلون بأي اتجاه يكون تغيير هذا القانون. أكو كتل داخل مجلس النواب العراقي، يعني خلينا نكون واقعيين وصريحين، لحد هسه ما تفهم شلون هذا تغيير هذا القانون بأي اتجاه راح يكون، شلون نريد احنا كمدنيين على مود يخدم العملية الانتخابية لصالح المدنيين. فأنا أعتقد من الضروري أن يكون هناك ورشات أو الشيء اللي أنتوا تشوفونه منائم ومناسب لإفهام الكتل السياسية داخل مجلس النواب العراقي على مود يكون تكاتف، لأنه أنا أعتقد هذه الدورة أكو فرصة مؤاتية لهذا الموضوع. ففي الدورة السابقة كان أكو يعني غلبة نحو عدم تغيير قانون الانتخابات، هذا أولا. ثانيا يعني احد سمات المدنيين هو احنا نكون الا اراء، وحرية الطرح الاراء وديمقراطية في الاراء، وايضا هذا يؤثر على مزاجية ناخبين المدنيين. انا اعتقد ايضا لازم يكون هنالك آلية التوجه نحو الناخب واقناعه في انتخاب والتصويت للقوى المدنية، لأنه على سبيل المثال الدورة الفائتة كان هناك عزوف كبير من قبل ناخبين المدنيين، فهذه أيضا آلية أخرى تكون نحو الأفضل. ثالثا وأخيرا
احنا نشوف هم اكو من يطرح نفسه مدني ويطرح برنامج مدني، ولكن سلوكياته هو في عباءة الغير المدني. يجب الحذر من هؤلاء حقيقة، وأيضا يجب أن نفهم الشارع العراقي من هم المدنيين الحقيقيين عليه. أنا أعتقد كل هذه هاي الفترة اللي قدامنا يجب العمل على هذه النقاط على مود تكون الجهود مثمرة ونصيب الهدف. شكرا جزيلا لكم. بالمناسبة أساتذتي الأعزاء، ترى المقررين دي يثبتون كل الملاحظات اللي جاي تفضلون بها، يعني هاي جاي تثبت كل الملاحظات بالتفصيل، وحتى نشوف أنه شلون نقدر نأخذ بها ونقدر نعد الصيغة النهائية للبيان الختامي. استاذ صالح نعيم. السلام عليكم جميعا. صالح نعيم الربيعي، امين عام حزب الخضر الوطني العراقي. أنا الآن أمام التجربة الثانية بعد إن كانت التجربة الأولى في نادي العلوية، والتي عقدت تحت شعار التحالف المدني الديمقراطي، والتي باءت في الأخير إلى التشتت بعد أن طالبنا، أتصور في بداية الأمر أنا والسيدة شروق العبايتشي، إلى تحويل هذا التحالف إلى كتلة أو تيار، وللأسف بات بالفشل. أقول لهم المطلوب من هذا التجمع الكريم، هل هناك استعداد لتذويب أسماء الأحزاب من أجل العراق ككتلة مدنية واحدة؟ هل هناك استعداد لفتح حوار مباشر مع جميع المعارضين للعملية السياسية واللي داخل العملية السياسية؟ وهناك نقطة ثالثة مهمة أشوفها في رأيي، هل هناك تعديل في قرار الاجتثاث؟ شكرا لكم جميعا. هذا الموضوع يعني يرتقي إلى مستوى مهم جدا، يعني لأن هذا الموضوع الغاية والهدف هو تجميع القوى المدنية، الشخصيات المدنية، التعريف بهوية هذا التجمع وهذا اللي الطيف الكبير جدا اللي أعتقد يشكل غالبية كبيرة جدا. وبس أحب أقول ملاحظة، يعني أنه المظلومية التي وقعت على العراقيين ليست قليلة، كل الشرائح بشكل عام، ما عدنا نقول أنه شريحة معينة لم تتعرض إلى الظلم بسبب سوء الإدارة كما تحدثنا قبل قليل. وهناك كثير من العراقيين خرجوا عن الخط، الخط اللي بنوا نفسهم، خط القيم أقصد به، خط الفضيلة، وطلعوا عن الخط بسبب هاي المظلومية وبسبب الظروف القاسية جداً. إضافة إلى أنه الفوضى السياسية التي حلت بالعراق مئات الأحزاب، وسووا هاي الأحزاب بوابات أيضا حتى أنه للتعيين للكسب ولكل التفاصيل الأخرى، تلاعبوا بجراح العراقيين بشكل دقيق ومنظم. ولذلك احنا بالنسبة لنا يجب أن نمتلك الروحية الحضارية والوطنية العالية في أن نستوعب الجميع، في أن نتحاور مع الجميع، لا نقدم أنفسنا إحنا المدنيين فقط، ولا نقدم نفسنا إحنا قارة المدنيين. إحنا مدنيين، جزء من مجتمع مدني، جزء من مجتمع تعرض هذا المجتمع إلى هذه المظلومية اللي تحدثنا عنها. ولذلك نؤمن بالرأي الآخر ونتقبل الرأي الآخر ونتعامل مع كل الناس اللي يريدون يكونون جزء من هذا الإطار ومن هذا التوجه. هذا حقيقة بس تعقيب بسيط
زائدا الملاحظات الاخرى ان شاء الله استاذ تناقش يعني. اسمح لي بالضبط استاذ. نعم دكتور تفضل. يعني هذا ليس مشروع تاسيس حزب جديد ولا تنظيم موحد يجمع الجميع على سكه واحده. هذا مشروع يجمع المدنيين الوطنيين على اختلاف مشاربهم وآرائهم. أكو شعور عام عندنا عند كل الشخصيات المدنية الوطنية وكل القوى المدنية الوطنية أنه كفى تبعثرا، كفى تشتتا، كفى كل واحد من عندنا كل واحد يشتغل بشفة، وكل واحد خلنا نجتمع سوية، خلنا نطلق صوت واحد مشترك، وقوفنا سوية يمنحنا قوة ويعطينا كأطراف مدنية يعطينا موقعنا في المجتمع وفي الحياة السياسية وفي العمل من أجل البلد ومصير البلد وتحديد هذا المصير. فإحنا اللي أمامنا هذا المشروع هو مشروع لقاء التقاء للقوى والشخصيات المدنية لتبحث سوية عن المشتركات، والمشتركات كثيرة. وإذا قلنا مثل ما تفضلوا بعض الأخوان قوى مدنية وطنية، فهن دني صفتين أساسية اللي تخلينا نلتقي على أمور كثيرة، أمور كثيرة لمصلحة الوطن، لمصلحة المجتمع، لمصلحة التطور والتقدم في هذا البلد. هل سنواجه قضية الاشتتات مثل ما طرح أستاذنا الفاضل؟ هذه قضية راح تكون مستقبلا، يعني احنا يمكن اكثريتنا الساحقه الى جانب هذا، فما دامت اكثريتنا الساحقه فيمكن بالنهايه تضع هذا هدف من اهدافه. هسه هذا الاجتماع مو غايته الاجابه على هالاسئله، غايته البحث مثل ما قلت عن المشتركات حتى نشوف شلون نجتمع سويه ونبدا العمل سويه وفق اي اسس وفق اي مبادئ بما يؤمن لكل هذا الوسط المدني الواسع أن ينهض بدورة ونصيبة في عملية إنقاذ البلد من الواقع الراهن ومن الأزمات المستفحلة والخانقة والمكلكلة على البلد. شكرا. احنا ما راح نعقب بعد على الأسئلة اللي تطرح حتى نعطيكم مجال نثبت كل الآراء اللي تطرح مقررة موجودة. استاذ محمد الخالدي. مايك استاذ محمد. مايك بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي للجميع. حقيقة أنا عندي لقاءات مهمة جدا يعني تخص العملية السياسية الحالية ومستقبل التيارات المدنية. مع الأسف تشكلت هذه الحكومة على أساس محاصصة، وطبعا سيطرت عليها قوى غير مدنية، ولحد الآن هي حكومة لم تكتمل. ثلث الحكومة تقريبا الآن هي معطلة، قسم منها صوتت عليه ولكن عليهم اعتراضات، وقسم آخر لا يمكن التصويت عليها بسبب الخلافات على أساس محاصصة وعلى أساس مصالح حزبية ليست مصلحة البلد. ما العمل؟ طبعا هذه الحكومة راح ما تستمر أكثر من سنة، يجوز أقل. العمل هو عمل آني يجب أن يتم على الأمر الواقع اللي صار. الانتخابات اللي صارت فرضت أمر واقع، يجب أن نستغل هذا ونتعاون فيما بيننا القوى المدنية الموجودة. وأنا يعني حقيقة التقيت بكثير من النواب الموجودين الآن، لديهم فكرة بأن هذه الحكومة يعني غير راضين، ونحن كبيارق خير كحزب بدأنا بتشكيل كتلة كبيرة داخل البرلمان سميناها طموح، وطموحنا هو أنه نغير نحو يعني حكومة لا محاصصاتية اللي هي دمرت البلد وأساس كل فتنة موجودة. طبعا نواة التغيير يجب أن تكون يعني عملها موازي لعملنا الآن هذا. نحن طبعا مؤمنين بهذا العمل وجادين وفاعلين في هذا التيار، ووجهنا كوادر حزب بيارق الخير في أن يعملوا بجد مع هذا التيار، وأيضا في البرلمان نعمل من أجل التغيير، لأن بدون يعني تعاون بين الطرفين ما نقدر حتى نسبق الزمن ونستفاد من الوقت في هذا الأمر. طبعا عندنا موضوع مهم جدا ايضا هو انتخابات مجالس المحافظه ستجري في التاسع من الشهر 11 المقبل،
فهذا موضوع تغيير في مجالس المحافظات مهم جدا، لان يعني الفساد اكثر الفساد هي في مجالس المحافظات، وهي لديها الاموال ومستغليها، وهناك الان تمديد غير شرعي لهذه المجالس، ويجب ان نعمل على انهاء هذا التمديد. عندنا موضوع رص الصفوف، يعني احنا ما نريد هذا الشغل، هذا التعب كله، شهرين صار لنا نركض وبعدين ننزل بقوائم، نتطشر في قوائم هي اصلا عباره عن قوائم يمينيه او يساريه طائفيه. فاذا احنا لازم يعني نبدي بعمليه رص الصفوف، وايضا نشر هذا الوعي في التيارات الاخرى. طبعا عندنا مهمه كبيره جدا، هو ان هناك تيارات اخرى، انا التقيت بهم يعني قبل 3 أو 4 أيام، هناك أفكار لدى تيارات أخرى في كيفية يعني كسب جمهور التيارات الطائفية الموجودة. هناك تيارات طائفية، هذا واقع عندنا، هذا شلون احنا نكسبهم؟ لازم على الأقل نعمل على وعي أبناء الشعب بأن هذه التيارات الطائفية أو المحاصصة هي اللي ودتكم إلى ما 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 الآن موجود، مؤسسات مهدمة وإرهاب موجود وفساد موجود. طبعا هذا التنسيق مهم جدا، وانا راح ان شاء الله اكتب الـ يعني التقرير اللي في بالي الى اللجنه التنسيقيه حتى تستطيع ان تتصل. احنا متصلين، ولكن ما يجوز انا كموجود مع حضراتكم ان اكون وحدي في هذا الموجود. شكرا جزيلا. استاذ رائد فهمي. تحياتي لجميع الحاضرين، ونشكر على حضوره ونشكر على هذه المبادرة والجهد المشكور. أنا أعتقد عملية التنسيق والتوحيد وتوحيد العمل ينبغي أن تتخذ مسارين، يعني المسار الأول هذا الجهد اللي يبدأ حاليا إيجاد الأطر وفتح الحوارات، ولكن لاحظنا بالتجربة الإطار ليس كافيا، ومرة بعض الأحيان بعض الأطر هي تصبح موضوع صراع وتجاذبات ما لم تستند إلى عمل حقيقي على الأرض. لذلك أنا اللي أقوله أنه الآن إحنا مثبتين مجموعة من التوجهات نعتبرها هي التوجهات مدنية والكثير مشتركات، ولكن هذه لازم تكون ملموسة على أرض الواقع. لذلك إحنا لأجل أن بموازاة هذا المسار خلص سميه التنظيمي، لازم عندنا مسار سياسي عملي. إحنا اليوم لازم نوضح وجهة نظر اللي منطلقة من مشروع مدني إزاء التحديات المهمات العادية اللي واجه البلد على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الاجتماعي، مشاكل الحكومة. هاي العملية بحد ذاتها هي حتشكل الأساس اللقاء. يعني اللقاء ما حيبدي فقط والله نريد نلتقي ومواقفنا مشتركة وخطابنا الجميل، كل هذا جيد، لكن لازم يصير لقاء فعلي على أساس الموقف، الموقف الفعلي. لذلك أنا مثلا اليوم ما هي وجهة المدنيين في مجموعة التشريعات التي ينبغي أن تطرح أو الذي مطروح الآن؟ هل عندنا وجهة نظر نحن كمدنيين بالأولويات؟ فإذا كان عندنا وجهة نظر أولويات تنسجم مع المشروع المدني بمختلف تعريفاته، فدعونا نطرحها، نقول القانون الفلاني وقانون الفلاني وقانون ينبغي أن يطرح جدول أعمال، قانون الضمان الاجتماعي، تحدثنا عن قانون الانتخابات وصحيح ما طرح، ما بأي اتجاه لازم يغير قانون الانتخابات، نتحدث اليوم على مؤسسات الدولة، نتحدث اليوم تطبيق قانون مجلس الخدمة الاتحادي. أنا إذا أقول هذه المواقف الملموسة هي اللي تجسد المشروع المدني، المدني مو بس خطابات، مو بس يعني مواقف بها نسويها، إذا احنا حولناها إلى خطوات عملية وقريبة من هموم الناس واهتماماتهم، أنا أعتقد ذاك وقت نخلق ديناميكية على الأرض لأجل تشكيل البديل المدني أو المشروع المدني أو الرؤية المدنية. وهذه الرؤية منفتحة. أخير ملاحظة، المدنيون متنوعون، العراق متنوع، ما لم احنا نأخذ هذا التنوع عين الاعتبار وننطلق منه من باب إيجاد المشتركات ضمن مشروع مدني، والدولة هي دولة الجميع، العراق دول متعدد القوميات متعدد الأثنيات متعدد الطوائف، هذه القضية لازم تبقى
حاضرة بذهننا، الوطنية العراقية هي وطنية جامعة تأخذ بعين الاعتبار التنوع وليس تلغي التنوع. لأن أقول هذه التدقيقات على بد أن يفتهم الجميع أنه من نقول وطني هو مو وطني بلون واحد، هو وطني، هو وطني عربي، وطني كردي، وطني مسيحي، وطني مسلم، وطني كذا. هاي كلها الأمور تبدو هي بديهيات، ولكن بالمواقف العملية ينبغي أن تترجم عندنا، وهذا لازم احنا مفهوم المدني ومفهوم الوطني ومفهوم الديمقراطي كلها تتحول إلى ممارسة وليس مثل مجرد مطالب وتوجهات وشعارات. وش قد ما نكون حاضرين بالحياة السياسية وعندنا موقفنا الخاص بقدر ما ممكن أن تنسل إلى فعملنا التعبوي اللاحق. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ رائد. ست وفاء علي. بس المايك. ونتحدث عن المدنية. المدنية تعني حياة المدينة. المدينة بالعراق اختفت، ما إلها وجود، وكل من يدعي أنه هو مدني فعليه أن يراجع نفسه ويراجع مبادئه وأفكاره، لأنه ندعي المدنية ندعي المدنية وفي أبسط موقف لا نجد المدنية، نجد خلفية الشخص. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. أكو أشخاص عاشوا وتربوا خارج العراق 40 سنة 50 سنة 20 سنة ومن رجعوا لا يعرفون من المدنية شيئا، مو بس بالعراق، بالوطن العربي كله. إذا إحنا أكو مصطلح اسمه جلد الذات، إذا ما نراجع نفسنا ونكون صادقين مع ذاتنا ومع أنفسنا ما راح نكون، ما راح ترجع المدينة. المدينة هسه ما موجودة، امشي في بغداد ما تجد مدينة. الأشخاص المدنيين بقايا من أشخاص مدنيين في العراق يعانون الأمرين، لأن ما يقدرون حتى يتنفسون. وهنا اعتراض اللي حولي كلهم يقول لك يعني ليش هاي التفرقة والتمييز، الرجال السادة الرجال كلهم لي قدام والسيدات لي وراء. هذا أبسط شيء هو تصرف غير مدني. هاي أربع سيدات من الخط الأول بس أربع خمسة مختلفة تماما. كنا نأيد الست وفاء أول أول ما دخلنا لهذا بدأت المحاصصة بأنه خليت الكتل الحزبية لي قدام وميزتوهم. إذن إحنا مجتمع مدني لازم كل من يجي بدوره يقعد بمكان اللي يريده. هذا التمييز بدءا منكم. أنتوا سعيتوا لهذا الموضوع، المفروض تطرحوا وتكون باللجنة التنظيمية. لا ماكو داعي يقوم هسه. انا اتفقت ويا السيدات انه نسمع اراء الاخرين، ما حد طرح هذا الموضوع واحنا احتجينا عليه، فارجو ان تنتبهون اليه، لانه هذا انتم بما انه دعات مدنيه لازم ماكو يكون تمييز بحدود هذه القاعه بين الرجل والمراه. وكل الاحزاب والكتل الحزبيه الممثله بمجلس النواب اللي دخلوا معترضين هم واتفقوا مجلس النواب واختلفوا بعد مجلس النواب وطلعوا من عنده يريدون يسوون تيار مدني وهم في 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 اطار المحاصصه. شكرا. يعني وصلت يعني الملاحظه والرساله، بس ممكن يعني بس اللي دخل احنا قعدنا حسب الترتيب، لكن اللاين الاول اللي احنا بدنا نوجه لهم الخطاب. سنة يعني انت طرحتي، اتمنى تسمعين إجابة على الطرح مالتج. ماكو فرق، وقد تكون هذه ملاحظة، قد تكون لا هذه ملاحظة مشكورة من حضرتك والآخرين سمعناها. إحنا إن شاء الله ذاهبين إلى مؤتمر عام ست سنة. لحظة بس خليني أكمل. ذاهبين هاي النقطة نتجاوزها بالمؤتمر العام القادم. هذا هو. إحنا دعينا سيدتي، دعينا نساء ورجال. هاي وجهة نظر.
نظرك ستي العزيزه، هاي وجهه نظرك. من جايبها هي؟ اوكي تمام. خلاص يعني ذكرتي ان قلتي ست نور، لانه احنا يعني عندنا دقيقتين الى ثلاث دقائق. ست وفاء اوكي. عندنا اهداف تجمع القوى المدنيه، الفقره راء الاهتمام بالتربيه والتعليم والصحه من اجل خلق جيل سليم وواعي ومتعلم. هنا التربيه والتعليم. سادتي رجاء الانصات للدكتوره حتى نكمل المؤتمر اللقاء مالتنا رجاء. نقطه مهمه، من نوصل الى انه احنا بعد ماكو بمخنا انه نفرق خاص بالأولاد وخاص بالبنات، تصير المدارس من الحضانة إلى الجامعات كلها مختلطة، ذاك الوقت نقول إحنا مدنيين وليس غير مدنيين. شكرا سيد وفاء، شكرا جزيلا. أنا بس عندي تعقيب بسيط، رجاءً إخوان رجاءً هدوء. يعني مع كل احترامنا وتقديرنا العالي لكل الآراء اللي تطرح، الآن تتجسد مشكلة العراق في أنه من يقعد لي قدام ومن يقعد لي وراء. يعني ما اعتقد انه هذه المساله الشكليه، يعني كل محفوظ مكانته ومقامه اذا كان في اخر مقعد او في اول مقعد. يعني ما اعتقد انه هاي فد اشكاليه كبيره ممكن ان تثار عليها تساؤلات وكذا. ومع ذلك اي انسان من الاخوات ومن الاخوه اللي عنده اي ملاحظه خلي يكتب لناها على ورقه ويقدمها للسكرتاريه وان شاء الله تعالج بالمراحل القادمه ان شاء الله. استاذ سلام محمود تفضل. بس المايك للاستاذ سلام. سلام محمود. السلام عليكم. سلام محمود من الحركه المدنيه الوطنيه. لا اريد ان اطيل عليكم، الاهداف اللي قريناها اللي موجوده من حضراتكم اهداف ايجابيه ونسعى الجميع لتنفيذها. لكن اتمنى تبني هدف اعتبره رئيسي في انقاذ هذا الوضع اللي احنا به الان ويتكاثف الشعب معانا جميعا. باختصار شديد 250 الف شخص سالت دماءهم على ارض الوطن من ضحايا وشهداء، الاف ملايين الارامل، الاف المعوقين والذين من جراء العمليات الارهابيه اللي سالت، 5000 يزيدية وعراقية، نقول لا نقول يزيدية، استبيح شرفها وبيعت في سوق النخاسة بأرخص الأسعار لأسوأ خلق الله. هذه الجرائم لم تكن عبطية، كانت جرائم منظمة لها أجندات داخلية وخارجية. وبصراحة نحن لا ننتقص من القضاء، لكن القضاء اللي نشوفه ما يقدر يحاكم مثل هيك جرائم ولا يقدر يحقق بيها. هل يستطيع القضاء أن يحاكم أو يعني يدخل في قضية فيها مسؤول قيادي كبير، فيها قوى دولية قوى عربية؟ هذا إحنا نشوفه شيء صعب جدا. الجهة الوحيدة اللي تستطيع أن تحاكم مثل هذه الجرائم ومثل هذه القضايا هي المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية محكمة غير مسيسة، مقرها في لاهاي، بدأت في حرب الحروب في البوسنة والهرسك وأوغندا ورواندا وجنوب السودان وغيرها، وهي تنظر من صلاحياتها تنظر في القضايا كأشخاص تتهمهم وليست مؤسسات أو حكومات. هذول الأشخاص ممكن يكون قادة، ممكن يكونون أمراء حرب، ممكن يكونون رجال عصابات، ممكن يكونون منفذين أو راعين أو مخططين سواء كان داخل العراق أو خارج العراق. أتمنى حتى لا الدم العراقي يبقى رخيص وال يعني أرواح الشهداء ما تكون رخيصة، أتمنى أنه العمل من ضمن هاي المنبر المحترم وبمساعدة النواب السادة النواب أنه العراق ينضم إلى محكمة جنائية دولية من أجل أنه العراق بنفسه يقيم دعاوي أمام كل اللي أساءوا لهذا الشعب. أهلا وسهلا. أستاذ أحمد غيدان. مدير مركز بغداد للتعليم البتول. الكل يتحدث الدولة الاتحادية
المحكمة الاتحادية، الشرطة الاتحادية، مجلس الخدمة الاتحادية، والدولة واقع حالة ليس اتحادي. الدولة دولة بسيطة، وسبب كونها دولة بسيطة أنه فيها برلمان مجلس واحد. الدستور ينص على أن السلطة التشريعية بالعراق تتكون من مجلسين، المجلس الأول هو البرلمان والذي على النسبة نسبة السكان، أما المجلس الثاني والذي يمثل مجلس الشيوخ والذي يحدد من سلطات البرلمان مغيب ومستمر في التغييب، ولا أحد ينتبه إلى هذه النقطة المهمة التي تهم جميع العراقيين، وهذا السبب الأساس لوصول العملية السياسية إلى طريق مسدود. هذا رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة للمرأة العراقية، الكوتا. الكوتا بالنسبة للإخوان الأقليات كل حسب أقليته الكوتا، أما بالنسبة للمرأة العراقية فالأحزاب استطاعت أن تجمع نساء وتدجنهم ويصادرون هؤلاء النساء، وصادروا كل حقوق العراقيات، لا بل ليس حقوق العراقيات الذين يمثلون نصف المجتمع العراقي، وإنما حتى الأطفال، لأن الطفل بحضانة المرأة وعليه ثلثين العراق، صدر حقهم من قبل 33 مرأة بالبرلمان منتسبين إلى كتلهم. النقطة الثانية هذه. النقطة الثالثة التي تهم الفلاح، الفلاحين ثلثي العراقيين فلاحين، ولا أحد يتحدث عن الفلاح وتدمير الفلاح ووصول الفلاح إلى هذه الحالة المزرية. الحل بالنسبة للفلاح أن توضع ضرائب على المستورد الأجنبي، المستورد الفاسد والمستورد الذي هو مسرطن والتالف وإلى آخره، من أجل دعم الفلاح. هذه النقطة. النقطة الأخرى اللي أريد أشير إليها أخيرا اللي هي نقطة الطلبة. 10 مليون طالب في العراق، إحصائيات وزارة التربية تقول حوالي 10 مليون طالب في العراق من صف أول ابتدائي إلى الصف السادس الثانوي يأخذون اللغة الإنجليزية كلغة وتأخذ الكثير من وقتهم، وهذا المنهج أرقى منهج في العالم مطبوع في لندن وكلفته عالية جدا، عشرات الدولارات للكتاب الواحد. جوهر الكتب السي دي، تعليمات وزارة التربية ممنوع إعطاء السي دي للطالب في البيت، ولهذا بقى الطالب أعمى وإلى آخره، حتى حاولنا أن ننصف الطالب وأن نستعين بالتلفزيون التربوي من أجل دعم 10 مليون طالب عراقي، ولحد الآن لا أحد يسمعنا. شكرا جزيلا. دكتورة علية تفضلي. مايك. السلام عليكم جميعا، وأسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة. كل التحية والتقدير والإكبار والاعتزاز لكل الجهود والنوايا الصادقة المنصبة في تحقيق التيار المدني، وهو الأحوج إليه اليوم شعبنا العراقي. أعرفكم عن نفسي، أنا النائب الدكتور علي الإمارة، عضو لجنة العلاقات الخارجية ومقرر حزب بيارق الخير. حياكم الله وكل الهلا بيكم في تجمع نخبوي راقي قاسمه المشترك الأول المدنية والوطنية، وهذا القاسم المشترك يوجهنا إلى طريق صحيح لعملية البناء والتغيير في وطننا، ومثل ما ذكرت قبل قليل نحن الأحوج إليها اليوم. أخواني الأعزاء، كلنا نعلم أن المواطن العراقي في غاية الإنهاك، وهي يمكن أعلى مراحل التعب بكل جوانبه. يعني إحنا الآن من نجي إلى المواطن العراقي نجده في غاية التعب بجوانب متعددة، فعلينا أن نعمل جاهدين من أجل بناء هذا الإنسان اللي هو أصعب البناءات بالحياة، لأنه ممكن أنه مؤسسة تنهد أو بناء أو بيوت بسهولة تامة يمكن أعمارها بوجود المال، أما بناء الإنسان فهو الأصعب اليوم. لذلك يجب أن يشترك الجميع في عملية البناء والتغيير، ونبدأ الأمر من رأس الهرم، وقد بدأنا فعلا بخطوة حقيقية اللي داخل قبة البرلمان
بتشكيل كتلة طموح النيابية اللي تفضل قبل شوية سيد الأمين عام حزب البيارق بطرحها. هذه الكتلة لا نبغي منها التوجه الحزبي ولا السياسي، بقدر ما نجمع كل النواب اللي يحملون الفكر المدني الوطني واللي غايتهم الحقيقية الخالصة هي إسعاد الشعب وتغيير حاله من حال إلى حال أفضل بكثير. أعتقد نحن اليوم أمام مسؤولية كبيرة بهذا الاتجاه، وعليه نحن نحتاج التيار المدني فكرا وسلوكا. فخطوتنا الأساسية احنا بدينا في قبة البرلمان بهذا العمل، لكن مثل ما يقول أبو المثل إيد واحدة ما تصفق، احنا بحاجة عون الجميع بالجهود والنوايا الصادقة، وأؤكد على موضوع النوايا الصادقة لأنها الأساس لتحرك الإنسان وإبداعه ووجوده. نحتاج أيضا إلى نشر الفكر المدني ما بين صفوف شعبنا، لأن يعني الشعب العراقي شعب راقي بكل فئاته بكل طوائفه بكل قومياته، شعب راقي بمعنى الكلمة، وهو بحاجة ماسة اليوم إلى الفكر المدني الوطني الحقيقي، مع وافر شكري وتقديري. شكرا جزيلا دكتورة. أستاذ باسم خشان تفضل. حيا الله السماوة. السلام عليكم، أشكركم على هذا التجمع إن شاء الله الواعد. بس يعني تعقيب على ما طرحوا السادة النواب، السيدة النائبة والسيد النائب عن طموح الصور. احنا الآن في بصدد خلق مشروع، إما يعني على الأبعد يكون يتقاطع مع المشاريع الأخرى الموجودة داخل البرلمان، أو يكون موازي لها. لذلك احنا يفترض أن نفكر بمشروعنا احنا مو مشاريع البرلمان الآن. يعني طبعا نشكر الضيوف على النواب على هذا الطرح، لكن خلينا نفكر احنا بمشروعنا فيما يتعلق بالأهداف. طبعا هذه هي مسودة فممكن تتعدل. العمل على تغيير قانون الانتخابات المجحف. الحقيقة قانون الانتخابات المجحف به بس 1/7، 1/7 حتى غير دستورية، وأصور كان يفترض أنه نطعن بها أمام مجلس أمام المحكمة الاتحادية باعتبار أنه سعر المقعد الأول يزيد على سعر المقعد الثاني، معناه دخول الأحزاب الصغيرة، صار أكو تمييز بين الكتل الصغيرة والكتل الكبيرة. الخطأ هو 1/7، والحقيقة أنا عندي دراسة عليها باعتبار أنا متخصص بقوانين الانتخابات وأنظمتها. 1/5 هي تحقق العدالة المطلقة باعتبار قيمة المقعدين تتساوى، لكن هذا هو قانون دونت اللي تركوه راح ولا سين تلاقي. يفترض أن تكون النسبة تتراوح ما بين 1 أو أكثر شيء على 1/3، 1/4 أو أقل. هذا من جهة الانتخابات. إحنا الآن أمام فرصة تاريخية اليوم، حتى إذا إحنا جادين في تحقيق نتائج فيما يتعلق بعمل المفوضية والانتخابات. الآن المحكمة الاتحادية تنظر خروقات كبيرة، خروقات ما راح تتكرر. أتصور أن المفوضية في أسوأ وضع لها، لكن للأسف القوى المدنية كان على مثل ما يعني إذا أجاز التعبير على الرصيف يتفرجون. ماكو تدخل من القوى المدنية ولا أي شخصيات ممكن تأثر في هذه المسألة. وأتصور يعني الوقت حرج الآن، لأن أتصور أقرب دعوة موجودة أمام المحكمة الاتحادية يوم 25/1، يعني بعد أسابيع، وهذه أتصور لازم نشتغل عليها بشكل كبير. الآن يعني طبعا احنا نكرر مسألة المحاصصة المقيتة والمحاصصة. الحقيقة ماكو ديمقراطية متعددة الأحزاب ما بيها محاصصة. المحاصصة جزء أصيل من ديمقراطية متعددة الأحزاب، لكن احنا لازم نفكر بتعديل صورة المحاصصة، طبيعة المحاصصة العراقية اللي هي محاصصة استملاك. الحزب اللي ياخذ الوزارة يملكها امتلاك كامل. هذه القضية. أما مسألة المحاصصة تلغي أساساً، الوزارات تتوزع على أساس الاستحقاقات الانتخابية، ولا بس في ذلك، بس إحنا لازم نعمل على تغيير طبيعة المحاصصة.
طبعا اذا تسمحوا لي ارجع لقد اسف على طالع دقيقة بس دقيقة واحدة بس اقل من دقيقة. الفرصة الكبيرة ان اليوم مثلا في تطبيق نظام طبعا الاخطاء موجودة بالانظمة الانتخابية مو بالقانون الانتخابات. الفرصة الكبيرة ان المحكمة مجلس القضاء الاعلى الان في حرج كبير لان الهيئة القضائية للانتخابات صدرت النتائج صدقت النتائج بصورة مختلفة عن السابقة. يعني اليوم احنا مجلس القضاء امام خيارين، اما رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فايق زيدان والهيئة القضائية اللي كان يرأسها على خطأ، او الهيئة القضائية الحالية. فهذه فرصة انه احنا اما ننتصر اليوم ب 2018 او ننتصر ب 2013 و 2014. هذه مواجهة للأسف تخلفوا عنها المهتمين بهذه المسألة، نجدها على الورق لكن حقيقة اي عمل جدي بهذه المسألة موجود. شكرا استاذ باسل. استاذ شوان نريد نسمع من عندك شيء. حالة العراق أصل قانون الانتخابات يجب أن يكون عراق دائرة واحدة. إذا هنالك عدة دوائر، أنا أمثل أربيل وأنت تمثل السليمانية ولا أخ البصرة، يعني بالتالي نائب العراق يصير نائب المحافظات. إذا هم الأساسي همنا العراق فلا بد نترك لهذا القيد. يعني أمور بتفاصيل فنية مثل ما تفضل الأستاذ باسم هذا أوكي، ولكن هم الأساسي مال تشاورية هم البلد. واحد يتحدث هذا هويتنا بصرة ولا أربيل ولا كردي ولا محاصصة وهي شغلات، ولكن إذا كسرنا هذا القيد خوفا على عدة المقاعد، قسم يقولون أكراد يزيدون مقعدهم 10، لنفترض الكرد برمتها في داخل مجلس النواب عدد المقاعد 60، وإذا صار 70 وإذا صار 100 ما يغير شيء الموضوع، ولكن يحسس النائب العراقي هو عراقي ويمثل البصرة. بهذا القانون إذا نطبق عليه عضو المجلس النواب العراقي لا يمثل العراق فقط يمثل محافظته. إذا نتحدث على المبدأ، إذا نحن بصدد معالجة الأمر من القانون الانتخابات، والقانون الانتخابات بالأساس مركز على الأمور الطائفية، يسمى هذا النائب الكردي ولا نائب العربي والسني والشيعي، هذا هو الإشكالية. إذا نريد نعالج المسألة، يعني نعالج نضع نقاط على حروف، نعالج المسألة مسألة بنيوية. مشكلتنا في العراق مشكلة بنيوية. أكثرية النقاط سادة الفاضل اللي طرحوا هذا مذكورة في الدستور العراقي، يعني فلابد، ولو أنا كنت في التشاري أقول لك كنت معكم، ولكن بصراحة نقاط خجولة جدا. أكثرية النقاط مذكورة نقاط دستورية، ولكن مشكلتنا وين؟ مشكلتنا كيفية التطبيق، كيف نطبق لهذه الإشكالية. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عدلي محمد عبد، أمين عام تجمع وطن المدني العراقي. شكرا جزيلا على هاي الجلسة، وحقيقة جهود مبذولة جهود طيبة. وعندي ملاحظة بسيطة، احنا اليوم بهاي الجلسة يجب ان نطلع بنتائج عملية ونتائج طيبة، ودائما يتهمون المدنيين بانهم نظريين اكثر ما هم عمليين، باعتبار يهتمون بالامور النظرية اكثر من الامور العملية. حقيقة احنا حتى نكون عمليين بشكل اكثر وضوح واكثر واقعية، احنا نحتاج اليوم ان نحدد مواعيد اجتماعات، وانا اتمنى ان يثبتوها. رؤساء الاحزاب بيجتمعون شهريا مثلا، هذا خلي يثبت نقطه مهمه حتى يتفقون على برنامج معين. رؤساء اللجان تشكل من كل حزب لجان تشكل، وايضا يجتمعون اذا موضوع الدستور، اذا موضوع مجلس النواب، اذا موضوع، وايضا احنا هل في اطار وجود تحالف مستقبلي ام لا، هذا يجب ان يتم تحديده
بشكل مباشر واضح، حتى نقدر أما نخلي برنامج مستقبلي نخلي رؤية وأهداف عامة وأهداف فرعية، وحتى نقدر نخلي أهداف تشغيلية، وأيضا ممكن أن نقترح برنامج حكومي إحنا متفقين عليه ومؤمنين به، ممكن أن نسند الحكومة به ونقدمه لهم، نقول إحنا كأحزاب مدنية مؤمنين وهاي، وأيضا نروج لهذا البرنامج. إذا ما مشى جزء خلال هاي الفترة أو الدورة الانتخابية، ممكن مستقبلا إحنا المؤمنين به ممكن أنه نقدمه للحكومة. وأيضا موضوع آخر، هل إحنا متفقين على أيديولوجية أم متفقين على برنامج؟ أيضا يجب أن هاي يكون شيء مثبت أيضا. وأيضا بالنسبة لتعريف المدنية، حتى لا يكون عائم ويكون الكل إحنا كل واحد يفهم المدنية من وجهة نظره الشخصية، أعتقد يعني مفهوم عائم أيضا يجب أن يكون يتم تثبيته، وإحنا يمكن سابقا قدمنا فالتعريف بسيط حسب وجهة نظرنا. ممكن أكرر بشكل بسيط جدا، المدنية هي بناء مؤسسات الدولة لتقديم الخدمة للمواطن، هذا فهمنا إحنا ضمن تجمع وطن المدني العراقي. والمرحلة الثانية اللي هي الحضارة اللي هي بناء الإنسان، هاي مرحلتين ممكن أيضا يتم تثبيتها والاتفاق عليها في البرنامج. شكرا جزيلا. شكرا حضرتك سيد عدلين. سيدة سهيلة الأحسن. صباح الخير عليكم جميعا، وشكرا على هذا اللقاء. أكيد هذا اللقاء مهم وطني بالنسبة للبلد، خاصة إحنا في وقت حرج بالنسبة للعملية السياسية اللي تدور بهذا البلد. بصراحة خلي نركز بهذا التجمع، نركز على روح الوطني المدني الوطني، لأن نلاحظ بس المدنية ما تكفي، أريد الناس تأكد كل شخص من أي موقعة أي مكانته المجتمع يركز على روح المواطنة والوطنية. إذا ما كانت عنده روح المواطنة والوطنية بصراحة تكون العمل هش وما يصلح. هذا أول نقطة. الثانية عندنا بالنسبة للأهداف اللي ذاكريها حضراتكم، عندنا نقطتين جيم والنقطة دال، هذين مهمين كلش مهمات هذين النقطتين، لأن هذين النقطتين هي يعني مهمة بالبلد، خاصة حصرة السلاح والفساد. بصراحة كل نشوف الكتل أكو يعني كل الشخصيات السياسية فاسدة، هيك أريد نقولها، هم يقولون إحنا نحارب الفساد، هم يقولون نحارب الفساد، كيف هم نفس الأسلوب مالتنا وإحنا هم نحارب الفساد؟ ما هي الآليات اللي إحنا كقوة مدنية وطنية، شنو الآليات اللي نتخذها لمحاربة الفساد والحصر السلاح بيد الدولة؟ هذا كلش مهم، حصر السلاح بيد الدولة. تشوفون القتل العشوائي، الاغتيالات بين فترة وأخرى، بين النساء، بين الشخصيات، بين الإعلاميين، كيف الآليات نركز عليها على هذه النقطتين. وبالنقاط مذاكرين أريد نقطة تطوير الفن والثقافة. بصراحة الفن بالعراق دا يندثر، دا تطلع أشياء يعني كلها مو بصالح البلد. أريد نقطة. والأطفال أيضا مذاكرين، دور للأطفال لأنهم مستقبل العراق. نعم. قرر حتى يخرج والاحتياجات الخاصه ايضا ما ذاكرينهم بهاي النقاط زين. ما هي مده الاجتماعات بين الاعضاء اللي راح تتكون؟ شنو تكون، شهريه او يعني استثنائيه او فصليه، كيف تكون؟ وشكرا لكم. استاذ جبار ساري. السلام عليكم جميعا. جبار الساري، حزب الأمة العراقية. طبعا تحية طيبة للجنة المتابعة والسادة الحضور. خلي شوية نحكي بصراحة، يعني لأنه بما أنه لقاء تشاوري إذن مبني على الصراحة، فموضوع التيار المدني أو الأحزاب المدنية والحركات المدنية والشخصيات مر بعدة مراحل خلال السنوات الماضية.
أكيد هناك أخطاء، يعني أهم نقطة أنه نصحح الأخطاء اللي مضت حتى نبني بناء جديد مبني على أسس قوية. أنا عندي سؤال، أنه بما أنه الهدف الرئيسي لهذا اللقاء هو تشكيل تحالف سياسي، بما أنه تحالف سياسي يجمع القوى المدنية، يعني عندنا هذا للمستقبل، باقي النقاط أنه عندما تكون إحنا عندنا القدرة بالجهاز التشريعي، يعني أخدمك حتى لا تسترسل، هو ليس الهدف بناء تحالف سياسي على أول الأهداف. إحنا تجميع القوى المدنية الآن، وقلنا في بداية الجلسة هذا اللقاء التشاور للقوى المدنية والأحزاب، زائد اللقاء التشاور للشخصيات المدنية اللي هي حضراتكم، هذا ممكن أن يقود إلى عقد مؤتمر. المؤتمر سيضع الإطار السياسي لطبيعة هذا التجمع. نعم. وهذا التيار. نعم. هذا يعني في مرحلة لاحقة. نعم. بس حتى للتوضيح يعني. شكرا جزيلا. أنا عندي بقى بس سؤال واحد، أنه ما هو موقف الحزب الشيوعي العراقي من تحالف مع استقامة؟ هذا السؤال عندي. شكرا جزيلا. استاذ سلام محمد مايك فرق. سادة الافاضل، الاحزاب والتيارات المدنيه، الكتل والشخصيات الوطنيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نجتمع اليوم من خلفيات سياسيه واجتماعيه وفكريه متباينه، لكننا نشترك في هدف واحد، وهو إقامة الدولة المدنية، دولة يحترم فيها المواطن ويتمتع فيها الجميع بالعدل والمساواة، دولة لا سلطة فيها للعشائر أو المجاميع المسلحة، دولة يحترم فيها القانون ويتم تطبيقه على الجميع بالتساوي. لقد رأينا ما كان في الانتخابات السابقة وكيف تم خرق القانون للانتخاب، انتخابات ساري المفعول بمشاركة جميع القوى السياسية التي تمتلك جناحاً عسكرياً، وكيف أن التجربة السياسية منذ 2003 وحتى يومنا هذا أسهمت في انهيار مؤسسات الدولة وإخضاعها للمحاصصة. لقد راهنا على الأحزاب الدينية والتي حكمت على مدى 16 عاماً الماضية، ورأينا كيف أنها سعت جاهدة لأجل أحزابها وليس لأجل العراق. واليوم نجتمع هنا وفي هذا المكان، وأتمنى من كل قلبي ألا نقع في فخ السلطة كما وقعوا من قبلنا. سادة الأفاضل، إن الطريق إلى بناء الدولة المدنية طويل ومحفوف بالمخاطر، وقد تتخلله العثرات هنا وهناك، ولكنه هدف سامي نسعى جاهدين للوصول إليه مهما كلف الأمر. ولكي ننجح في ذلك علينا تغيير المنهجيات والوسائل. يجب أن نراهن على المواطن بشكل كامل لا على الأحزاب، ونسعى جاهدين لرفع المستوى العام لوعي الجمهور. ومن ناحية تنظيمية علينا أن نركز على 4 محاور أساسية. أولاً، أن الأحزاب الدينية والطائفية غير كفوءة لبناء دولة مدنية. بعد دقيقة. أولاً، الأحزاب الدينية والطائفية غير كفوءة لبناء دولة مدنية، ولن نبذل جهداً في هذا المحور، حيث أن التيارات الحاكمة منذ 2003 حتى الآن نجحت بإيصال هذه الحقيقة للجميع. ثانياً، أن يكون خطابنا موجهاً للجميع عن طريق ثروتنا الكبرى، شباب اليوم، رجال المستقبل، وذلك عن طريق إقامة الدورات والمؤتمرات والتي تستهدف بالأساس طلبة الجامعات، وليس المقصود هو الترويج لحزب أو فكر معين، بل التثقيف والتوعية لأفضل الممارسات العالمية لبناء الدولة المدنية والخطوات اللازمة للتنمية المجتمعية والاقتصادية. ثالثاً، تضافر الجهود لإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لبناء الدولة المدنية وضمان عدم تداخل السلطات والانتقال السلمي للسلطة. ورابعاً، تغيير قانون الانتخابات بما يضمن التمثيل الجغرافي الحقيقي للعراق وضمان عدم الانفراد بالسلطة من قبل حزب أو كتلة. لقد راهنا كثيراً على التيارات والكتل والأحزاب، وكان مبلغ همها في الغالب هو الفوز في الانتخابات. نسعى اليوم لبناء دولة مدنية ديمقراطية.
طالباني منظمة صوت المرأة المستقلة، شكرا لمشاركتنا في هذه الندوة. أنا قدامي الشخصيات المدنية، ولكن أسأل ما هي المدنية؟ المدنية فكر وفلسفة تحتاج إلى تعريف وتحتاج إلى دراسة لتكون واضح أمام المواطن العراقي ماذا نقصد بالمدنية، بمعنى آخر إتيان بجديد بالجديد وليس ذكر ما تعودنا عليه من 2003 وإلى الآن وعدم تنفيذ حتى ولو الجزء اليسير منها. في أثناء الانتخابات السابقة جميع من حزب من الإسلامي ومن القومي ومن الماركسي ومن اليساري استعملوا مصطلح المدنية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين، وأيضا إعطاء وعود لاستعمال مفهوم المدنية في القضايا التنفيذية والتشريعية والقضائية بدون محاولة فكرية لربط مفهوم المدنية بالتشريعات الواضحة والجريئة. اليوم نحن في حالة بائسة، بائسة من ناحية المجتمع، من ناحية الاقتصاد، من ناحية القيم، وها نحن نرجع إلى نفس الموضوع استعمال المدنية، وبدون بدون الرجوع إلى استراتيجية خاصة وواضحة بالنسبة للمواطن ماذا نقصد بالوطنية. فمثلا قضية المرأة، الاهتمام بقضية المرأة والشباب، في ندوة سابقة استعمل موضوع المرأة وعلاقتها بتعريف مصطلح المدنية، قدمنا مجموعة من القوانين والمقترحات وخاطبنا المدنيين، إذا كنتم مدنيين خلوا هذه القوانين المجحفة بحق المرأة في برنامجكم، وبمعنى آخر احنا نريد الإيميل اللي موجود وفي أي وقت تريدون. وأيضا نريد نقول هاتوا بتجديد، هاتوا بشيء جديد وليس استعمال ما هو موجود ولم ينفذ. جديد استدلام عن جديد من عندكم أنتم، جديد من عندكم بتعاون وتضافر كل الجهود الجديدة إن شاء الله يجون نستفاد من التجارب السابقة أو من الأعمال السابقة، نصلح الخطأ وندفع بالنجاحات اللي تحققت. أكيد مو كل شيء هو كان فاشل، أكيد أكو بيها نجاحات إن شاء الله يؤخذ بها. شكرا جدا. شكرا أستاذ سعدون السعيدي. رسالة واحدة ممكن تشاركها ويا كل العالم، شنو اللي يخليك سعيد؟ أبرهن.